بطاقة الشفاء الافتراضي، بطاقة تتيح للمؤمن لهم اجتماعيا الاستفادة من الأداءات في مجال التأمينات الاجتماعية بإطار الدفع من قبل الغير من خلال تطبيق متاح بأنظمة الأندرويد في الهواتف الذكية. وللاستفادة من هذه البطاقة يجب أن يكون للطالب حساب بفضاء الهنا والذي يتم الولوج إليه عبر الويب. ليقوم الطالب بعد الولوج لحسابه بالنقر على خانة الشفاء الإلكترونية وملء المعلومات المطلوبة مع تحميل الوثائق المثبتة كبطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى صورة شمسية بخلفية بيضاء. تقوم مصالح الشفاء بالتحقق من صحة البيانات المقدمة ومطابقة الوثائق ثم المصادقة على الطلب. بعد الموافقة يتلقى الطالب رسالة نصية قصيرة لتأكيد استفادته من بطاقة الشفاء الافتراضية مرفقة برمز سري. على أثر ذلك يقوم الطالب بالدخول لفضاء الهناء الخاص به وتحميل رمز الاستجابة السريعة كيو كود، ثم باستعمال الهاتف الذكي يقوم بتحميل تطبيق الشفاء الافتراضي من خلال الرابط المرسل له بفضاء الهناء. وبعد تحميل التطبيق يقوم بنسخ رمز الاستجابة السريعة وإدخال الرمز السري المرسل له عبر رسالة نصية قصيرة ليتحصل على بطاقة الشفاء الافتراضية. يتقرب الطالب من الصيدلية ويستظهر رمز الاستجابة السريعة كيو كود الذي تم إنشاؤه بواسطة تطبيق الشفاء الافتراضي. ليتحقق الصيدلي من صحة الرمز عبر تطبيق خاص ويقوم بإدخال تفاصيل الوصفة الطبية وتسليم الدواء للطالب صاحب البطاقة. وأخذ تأمين البيانات المخزنة في هذه النسخة الرقمية، تم اتخاذ إجراءات تأمينية عالية الدقة حيث أدرجت بروتوكولات التشفير المطورة ومعززة بالتحقق المزدوج للتصدي لمخاطر اختراق البيانات. وكمرحلة أولى سيستفيد الطلبة من بطاقة الشفاء الافتراضية، ثم ستكون متاحة لجميع المستفيدين المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي.